أن الدين مصدر من مصادر الجهل وليس مصدر من مصادر المعرفة؟ وهل قدم ما ينفع البشرية طوال تاريخه الطويل؟ وهل أنه مرض كما قال الشاعر الروماني القديم لوكريتس؟ وهل أن المؤمنين يعبدون رجال الدين فقط لأنهم لا يعرفون شيئا عن الله ولا عن الأنبياء إلا عن طريقهم؟ وهل يمكن أن نعتبر موقف الدين من الجنس بجعله أمرا محرما جريمة بحق البشرية؟ وما هي أكبر اعتراضاتي الشخصية على الدين؟ الدين مرض ولد من الخوف وأصبح مصدرا لعذابات لا تحصى للجنس البشري، كما يقول الشاعر الروماني القديم لوكريتس الذي توفي قبل الميلاد بخمسين عاما تقريبا. لا أعترض على هذا القول، لكنني أراه ناقصا ويحتاج لإضافة مهمة، وهي أن الدين هو مصنع الخوف وهو منتجه ومصدره وليس مصدره فقط. ولكن لا بد أن أعترف بأن الدين قدم ما ينفع الحضارة، يعني قدم إن نموذج واضح بأن هذا الدين يمكن أن يفعل كل أنواع الشرور بالمجتمعات لو هيمن عليها رجال الدين. الحضارة العباسية والرومانية خير مثال على ما يمكن أن تفعله سيطرة رجال الدين على المجتمعات والشعوب. ملاحظة، عندما أتحدث عن الدين أتحدث عن الدين الشمولي، لا أتحدث عن الأديان التقليدية أو الأديان الشعبية التي لا تتدخل بالسياسة. أقصد الدين السياسي والذي يكون جزء من السياسة ويهيمن على حياة الناس ويتدخل في أدق شؤون حياتهم، هذا الدين الذي أعنيه. كيف سقطت الحضارات؟ سقطت مجرد ظهور الدين. هذا حدث عندما تبنى الإمبراطور الروماني بالقرن الرابع الميلادي المسيحية، وفي نهاية القرن الرابع الميلادي قرر أن يكون الدين المسيحي هو الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. بعدها بنصف قرن أو قرن تقريبا سقطت روما تحت سنابك خيول أو فؤوس أو وحشية الجرمان. قبائل الجرمانية كانت قبائل متوحشة وبربرية، كانوا يسموهم برابرة فعلا. بعدها غطت أوروبا وشعوب أوروبا في نوم عميق لمدة أكثر من 1000 عام بسبب هذا القرار. بعد ذلك في القرن الخامس عشر بدت معالم النهضة تتضح بالتخلص من هيمنة الدين على الحياة، وما زالت هذه الشعوب تعاني من هذا التبني اللي غير كل شيء تقريبا في ثقافة تلك الشعوب. الحال نفسه حدث مع شعوبنا العربية والإسلامية. كنا نعرف بعد أن تبنى العباسيين بعد مجيء المتوكل الخطاب اللاهوتي، خطاب ابن حنبل وخطاب الذي كافح وتصدى للمعتزلة وتخلص من مشكلة العقل والعقلانية، فضل النقل على العقل، جعلوا بعد ذلك الدين هو الدين الرسمي للدولة، وأصبح هذا الدين له حصة في القرار السيادي. كان معظم رجال الدين يتبعون الحاكم والخليفة ويطيعونه 100%. بعد ذلك أصبح للدين حضور قوي أدى في النهاية إلى سحق الحضارة الوليدة اللي شارك بإنتاجها عشرات بل مئات بل آلاف المفكرين والكتاب والمثقفين، وكلهم من مختلف العقائد كانوا ومن مختلف اللغات والأجناس البشرية. لا تصدقوا الكلام الذي يقال بأن هذه حضارة هي إسلامية، لا، لم تكن إسلامية، كانت السلطة تسمى إسلامية، وحتى هذه السلطة نفسها كانت تعيش في بحار من الخمر، وكل احنا نعرف قصص هارون الرشيد وماذا كان يفعل. وبغداد كانت عبارة عن مدينة مفتوحة لكل الأعراق وكل التجارب، ومدينة يعني نموذج الحرية ما يعادل الآن مدينة مثل أمستردام وباريس، فكان كل شيء مباح بها وكل شيء موجود ومدينة ضخمة جدا. هذا كله سقط عندما جرى تبني خطاب ديني عنيف رافض لأي منافسة لخطابه. الفرق أننا نحن ما زلنا نعاني من سطوة هذا الدين الشامل ولم نستطع أن نتخلص منه بسبب أسباب كثيرة راح نناقشها في وقت آخر. كانت عند قدرة خارقة على إنتاج التخلف والجهل والعنف والفساد بجميع أشكاله. ربما يقال أنت يعني متحمس للدين، لكن لا يعقل أن يكون
الدين هو مصدر للتخلف، أقول لا بالعكس، الدين هو مصدر للتخلف ولنشر الجهل، لأنه هي المسألة ليست مسألة نقد أو ذم أو تأكيد أو يعني أو تفنيد، إنما المسألة العلاقة بمنهج الدين. هو منهج الدين يؤدي إلى هذا حتما، وهذا المنهج عادة برأيي هو منهج بدائي بالتفكير. إذا الدين غير منهجه فراح يصبح يمكن علم، يصبح فلسفة، يصبح فن، لكن الدين يبقى منهجه بسيط. مثلا حتى أوضح لكم مثال بسيط، مثلا حدث شيء ما هنا، مثلا قطة مرت أمامي، أنا تعثرت قدمي أمام هاي القطة، أربط بين الحدثين، إذا تكرر بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة، وكل ما تمر قطة مرتين ثلاثة تكرر الموضوع، راح أخلق أقول هنالك رابط بين الأمرين، معنى هذا فعل حسن أو فعل سيء، وبعد مع الزمن يصبح هذا المعنى حقيقة أو هذا الوهم أو هذا الربط الجزافي السببي طبعا حقيقة شبه راسخة تنتقل بين الناس حتى تصبح أسطورة، وخلال جيل واحد أو جيلين أو جيل الثالث ينسى أصل الموضوع ويصبح أسطورة كبيرة وحقيقة راسخة. هذا نموذج بسيط على حادثة كيف بعملية مثلا احتراق مدينة أو سقوط نيزك على مكان أو زلزال أو فيضان أو وباء يصيب المجاميع من الناس أو يتعرضون إلى غزو، هاي كلها شكلت قصص. مجموعة هاي الأساطير وقصصها الداخلية الغامضة وعلاقاتها وتفاعلاتها مع بعضها، واقع الناس، ظروفهم، أدت إلى خروج شيء اسمه الدين، وهذا الدين هو اللي يتحكم بالجماعة ويدير شأنهم وأمرهم، هو تراكم خبرات الناس وثقافتهم ووعيهم وحاجاتهم أيضا، خلقت نظام من العادات والتقاليد، هذا كله نسميه دين. بالتالي هاي التتابعات ماذا نجد منها؟ نجد بأنها قامت على أسس غير عقلانية، على أساس حوادث استدعت هاي الحوادث ظهور فرضيات زائفة علميا، معنى العلم الزائف، حولت إلى أسطورة، وبعد ذلك أنتجت لنا آلهة أو إله واحد، أنتجت لنا مقدسات، أنتجت لنا طقوس، أنتجت لنا بالنهاية دين يسمى دين. بالتالي هذا الدين لابد أن يرتبط بالتخلف، لأن مساره يتحرك باتجاه الإيمان بتصورات ذهنية لا أصل لها ولا حتى وسيلة لتأكيد وجود هذه الأصول، بل ما عندنا وسيلة حتى نرفض هذه الأصول أو حتى نبدلها، لأنه يقول لك هذه مسألة غيبية لها علاقة بالآلهة وقرارات الآلهة، وجب أن نخضع لهذه القرارات كنا بدون نقاش. فهذا الأساس الديني لا تستطيع أن تتناقش معه، لا تستطيع أن تحاوره، فبالتالي هو يؤدي إلى خطأ بالتفكير، ولا يؤدي إلى تفكير عقلاني، ولا يؤدي إلى تطوير، لأنه يؤدي إلى تجميد أو تسكين أو تقبير من القبور، يعني يضع الأشياء كلها في قبر واحد، ويجب أن لا تمس أي شيء ولا تغير أي شيء. هذا الفرق بين العلم والدين. العلم يشوف الحادث، يضع فرضية علمية، بينما الديني يضع فرضية زائفة يؤدي بعد ذلك إلى نشوء طقس وأسطورة وآلهة، وبالنهاية تنتج سلطة متخلفة على المجتمع. العلم يبدأ بحادثة، يرى الحادثة، يضع فرضية علمية بعد أن يضع أن يجري تجارب وبحوث، وبعد ذلك يضع نظرية تصف الحدث وتقدم تفسير لهذا الحدث، مثلا سقوط نيزك أو حركة الأجرام السماوية أو تغير الجو، الضغط الجوي، وهكذا يضع نظرية، وهذه النظرية شرطها الأساس أن تكون خاضعة للتكذيب وفقا لمبدأ كارل بوبر، هو صاحب المنهج العلمي. بعد ذلك تطلع تطبيقات على هذه النظرية، مثلا اكتشفوا الضغط الجوي، طلعوا المحراب، بعد ذلك اكتشفوا حركة السوائل، قانون بول، طلعت اكتشفوا حركة الكهرومغناطيسية، الموجات الكهرومغناطيسية، اكتشفوا المحرك البخاري، وهكذا تراكمت المخترعات وظهرت لنا التكنولوجيا التي خرجت من رحم العلم، وكما خرج التخلف والجهل من رحم الدين. بالنتيجة، لأن مع هذا لازم احنا نعترف بأن الدين قدم فوائد للبشرية، يعني مثلا ممكن رجال الدين قدموا ساعدونا بأن نضع التقاويم والمخططات الفلكية، كهنة بابل كانوا معروفين بأنهم شطار مسألة يعني التنبؤ بالكسوف والخسوف وحركة الكواكب والأقمار،
يعني هم مش أصحاب فكرة الأبراج، وهالأبراج الفأل والخير والموجودة لحد الآن، موجودة كنا نقرأها بالصحف دائما، كل صفحة ثابتة، عمود ثابت بالجرائد والمجلات. الآن موجودة أكو مواقع خاصة بهاي المسألة، الناس تقرأ الطالع والفال خلال التنجيم. الآن اتضح أنه هذا الشيء له علاقة بالتخلف، وراح أثبت هذا وأقدم براهين على هذا الموضوع بعد قليل. قبل أن أتوغل أكثر راح أتحدث أنه مشكلة عند الكثيرين أنهم يستخدمون كلمة دين بشكل خاطئ أو بشكل بعمومية شديدة، وهذا شيء غير صحيح. أنا مثلا من تقريبا أكثر من ربع قرن أدرس موضوع الدين واهتمام بموضوع الدين أساسا، لكن ما كنت أجد اثنين يتفقون على معنى كلمة دين أو ما هو المقصود بالدين. عندما أقول هذا ديني وذلك دينك أو أنا مؤمن، ما أعني بهذا الكلام. حتى بين اثنين من يعني مؤمنين من نفس الدين ونفس المذهب ونفس حتى المدينة وساكنين سوا ويصلون ويصومون سوا، لا تعرف أنهم لا يتفقون على معنى الدين نفسه. هذا يعني بأننا لا نعرف ما هو الدين. راح أبني على هذا الكلام شيء بعد قليل، على واحدة من أسس الدين وجوهر الدين. أنا كما شرحت أكثر من مرة سابقة بين الدين هو برأيي هو المجتمع وهو الجماعة، وأن هذه الجماعة هي الظاهرة، ظاهرة دينية بحد ذاتها وليس العكس، أي أن المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية إلا في العصر الحديث. في عصر الدول المتقدمة ممكن يكون الدين جزء من أجزاء الحضارة، وممكن نضعه على حد متساوي مع الفن، مع السياسة، مع الفكر، مع الأدب، مع الأمثال الشعبية، مع وهكذا. هاي القضايا المعنوية نضع الدين مع هذه الفئة، لكن المجتمعات ما قبل الحديثة الدين هو الظاهرة البشرية الكبرى، وهو الذي يصح أن نقول بأن الدين هو المجتمع نفسه. نأخذ فاصل وأكمل بعد ذلك أتحدث عن لماذا هم رجال الدين مهيمنين على مجتمعاتنا وأساءوا في لهذه المجتمعات بشكل خطير جدا. كما قلت أن الدين برأيي هو المجتمع، وأن المجتمع بحد ذاته هو الظاهرة الدينية وليس العكس. رأيي هذا قام على فكرة بأن كل جماعة مهما كانت جماعة بشرية بحاجة لا ثابت تستند إليه وترجع إليه وتلتف حوله وتتفق عليه. هذا الأمر لا يمكن بدون أن تتشكل أي جماعة ولا يتشكل أي نظام ولو على مستوى بريميتيف أو بدائي. هذا البريميتيف أو الثابت اللي أسميه أو النقطة الشروع تعتبرها هاي الجماعة هي نقطتها المرجعية. المجتمع لا يمكن أن يتكون إلا بهذه الطريقة، أو الجماعة تحديداً. المجتمع كلمة لها علاقة بالمجتمعات الحديثة اللي بها تنوع وبها اختلاف وبها طبقات مختلفة من مجتمعات وأنواع مختلفة، لكن الجماعة القديمة هي جماعة بسيطة كلها تؤمن بقضية واحدة وتلتف حول قضية واحدة بإرادة منها أو بدون إرادة، لابد أن تلتف على قضية واحدة تشكل من خلالها قبيلة ويقودها شخص واحد، وهم تقاليد مشتركة وعادات مشتركة، وإلا لو لا يستطيعون إلا أن تكون هذه التقاليد والعادات مشتركة، أو الدين والمعتقدات وكل القصص التي يؤمنون بها لابد أن تكون مشتركة فيما بينهم، وإلا لن يكون هنالك أي اجتماع ويتفرقون، ولن نسمع بهم بعد ذلك إن تركوا لنا أي أثر. مثلا يعني أنا أعتقد حتى أنه أن الإنسان وفق هاي النظرية مالتي اللي ما زلت أبحث عن إثباتات عليها أو شواهد على تؤكد هذا الموضوع، أن الإنسان لم يتعلم أول شيء إشعال النار، وبداية المجتمعات قبل مليون سنة أو أكثر نعرف أنه الإنسان اكتشف النار وحاول يتعلم كيف يشعل النار وبدأ يطبخ الطعام. أنا برأيي هو أنه ما تعلم أول شيء إشعال النار، وحتى النار ما أبتها خوفا منها من النار أو رغبة بدفء هاي النار، فقط التف حول هاي النار فقط لأنها مكان للتجمع، ومن هنا أصبح مكانها مقدس ويجب حماية هذا المكان والإبقاء على هذه النار مشتعلة بكل الطرق الممكنة.
حتى لو تطلب هذا الأمر تقديم أضاحي إلها. ربما ظاهرة تقديم الأضاحي عند زرادشتين مشهورة، يعني إن هم عندهم مبدأ أساسي في دينهم لابد النار الإلهية أو تبقى مشتعلة في كل الأحوال، يعني حتى نار واحدة من المعابد مالتهم مشهورة بقت النار مشتعلة لمدة 500 عام تقريبا بدون أن تنطفئ ولا لحظة واحدة. كانوا ناس تتواجد داخل المعبد وتؤكد وجود هذا، تحرص على بقاء هذه النار مشتعلة. وأحيانا ماءتهم الشاي يقدمونها للنار، فيقدمونها للحيوانات حتى تحترق وتستمر النار بالاشتعال. هناك مشكلة لابد أن نتحدث عنها، كثير من الناس أو أغلب الناس حتى المتدينين لا يشعرون بأن القضية هي ليست ما نجتمع، الشيء الذي نجتمع من أجله. يعني القضية ليست مثلا الذهاب إلى الكعبة والطواف حول الكعبة، إنما نحن الذين نذهب هناك ونشعر بوجودنا وانتمائنا لقضية محددة. الثابت الموحد الذي وحد هذه الجماعة بأكمله ليس هو القضية بحد ذاتها، سواء كان كعبة أو النار أو أي مزار مقدس أو الشعوب القديمة، طواطم أتم طوطن يمكن يضع على خشبة شجرة أو حجر، يعني الحجر الأسود كان موجود، حجر بيتلوس راح أتحدث عنه في فترة لاحقة. هذا هو الفكرة، ليس الحجر ولا الكعبة ولا النار، إنما الفكرة وجود الناس منتمين حول قضية واحدة ويلتفون حولها، وهاي اللي أنا أسميها الثابت. هذا راح أخصص لها حلقة منفصلة لاحقا، هاي النظرية أو الفرضية اللي أتحدث عنها. هنا لابد أشير إلى قضية باي ذا واي، إنه استخدام الدين بالمعنى الشخصي لا علاقة له بالتاريخ ولا بالحاضر. ربما يقال بأن المسيح مثلا عليه السلام أو موسى أو محمد الرسول محمد هم مجرد أفراد من أفراد البشر أو من أفراد الآلهة، كذا اعتبرنا المسيح من الإله، وأن هؤلاء جاءوا برسالة من السماء وأن كل ما قالوا وفعلوا هو صالح للاقتداء. أنا أعتبر هذه مبالغات لا قيمة لها، ويقولها فقط الناس الجهلة أو الدجالين أو الذين يرومون مصالح محددة. هؤلاء لا يقولون شيئا له قيمة، وبدليل احنا ما نشوف له اي اثر بين المؤمنين نفسهم يعني القران او الكتاب المقدس البايبل او الانجيل العهد القديم او الجديد، يعني لم يكن ثابتا يظن او يؤمن المؤمنين بانهم يتبعونه ويقدسونه. انا ارى بانه تاثير القران على المؤمنين من قبل المسلمين ضعيف جدا، حتى النصوص المقدسة وحتى الأحاديث تأثيرها جدا ضعيف ويكاد لا يذكر، وأعتقد هذا الموضوع يستحق الدراسة والتمعن فيه. لكن أنا من خلال قراءاتي أكاد أجزم بأن المؤمنين لا علاقة لهم لا بالقرآن ولا بالكتاب المقدس ولا بالإسلام كله، هم بالنسبة لهم أتهم علاقة واحدة وارتباطهم الجماعي هو بالرجل الدين، ويتبعون ما يقوله لهم هذا الرجل الدين الذين يؤمنون به طبعا، أو الذي استطاع أن يؤثر عليهم ويصبح هو النموذج مالهم أو النبي أو الإله الذي يعبدونه. بالحقيقة أنا كما أؤكد دائما أن الناس لا تخاف لا من الآلهة ولا من الأنبياء ولا من النصوص، إلا ما تخاف بالحقيقة من رجال الدين وتتملق لهم. وحتى بالتعليقات دائما نلاحظ هناك نوع من الكشف عن أنهم هم على الخط وأنهم منتمين ولم ينحرفوا عن هذا الخط، وهنالك خوف. يعني صحيح أقول لك أنا مؤمن وقوي، لكنه بالحقيقة بداخله خوف عميق من أن يكون خارج السرب أو شخص خارج الجماعة. هذا يعطي نوع من الإحساس بالراحة رغم المشاكل، رغم الثمن الباهظ اللي لازم يدفع لهذا لرجل الدين ولاتخاذ هذه المواقف، ويقدم فرائض ويقدم حتى أموال في سبيل أن يبقى داخل الجماعة ويشعر بهاي الراحة الجميلة، لأنه لا يتخيل نفسه خارج هذا الإطار الذي ولد ونشأ وترعرع فيه. كما قلت الناس في الحقيقة لا تعبد الله ولا الأنبياء ولا تتبع البوذيين، لا يتبعون بوذا أو لاوتسي في الصين، إنما يتبعون رجل الدين. أكو شواهد كثيرة ممكن تشوف، إحنا هناك ناس يتعرضون بسوء للمقدسات كلها من الآلهة والأنبياء. مرات أنا بالعراق أنا مشوها بالشوارع، سوريا هم شفتها، بأماكن كثيرة شفتها يعني وسمعتها.
لكن هؤلاء جميعا لا يتحرشون ولا ينتقدون رجل الدين الخاص بهم على الإطلاق وبأي شكل من أشكال. طبعا رجل الدين نقطة أخرى، رجل الدين أو رجال الدين هؤلاء هم أكثر الناس المتنفذين، أكثرهم غرورا وجشعا ووحشية واحتقار للمؤمنين بهم خاصة. لهم وحدهم تلقى أنه حق تفسير كتاب الله، وأيضا يكفرون كل من يعارضهم ولو بشيء بسيط، حتى اللي ينتقدهم بأبسط أمر يعتبرون كافر وملحد ويخرجونه من الملة ويفعلون فيه الأفاعيل ويحرضون عليه. هم بالنسبة لهم كل ما يقولونه هو الحقيقة المطلقة، بمعنى آخر هم يتمتعون بسلطاتهم ويستخدمون هذه السلطات لمصلحتهم، فلتنقلب الدنيا بعد إذ. ما هي النتيجة من هذا التصرف من قبل الكهنة أو رجال الدين؟ النتيجة راح تظهر طبقة صراحة تكون هي المصدر الأساسي والدائمي الحريص على نشر التخلف، أي تقدم ثقافي أو أخلاقي أو حضاري داخل هذه الجماعة أو المجتمع سيكون مصدر تهديد لهؤلاء المتسيدون على حياة الناس والذين اختطفوا الناس جميعا ويحلمون بتمديد بتوسيع أفق سلطانهم، فلهذا يرفضون أي شيء العلاقة بالتقدم، أو لأنه إذا أجى عالم نفس مثلا يحلل يقول عالم نفس يعني رجل دين ما نحتاجه، إذا عالم اجتماعي يجي، إذا أكو مشكلة اجتماعية يروحون لعالم اجتماعي، إذا أكو مشكلة نفسية يروحون لعالم النفس، إذا أكو طبيب يروحون للطبيب، إذا أكو مشكلة يعني بين الأزواج يروحون على مسؤول الشر. فهو بعد ذلك يعني ماذا يفعل؟ فمنطقيا هو ضد أي تقدم وأي حداثة وأي تغيير داخل المجتمع، لأنه هاي السلطة ونفوذة راح يتأثر بشدة بهذا الموضوع. هذا يجعلنا نفهم لماذا يحارب كل مثقف وكل كاتب وكل، ولماذا أتباع هؤلاء رجال الدين والمجتمع عامة يهاجم كل واحد يحاول أن يغير مصير هذا المجتمع ومستقبله وحياته، لأنه هؤلاء يتنفذون ويتحكمون مصير الناس، هو مصدر رزق الناس كله واقع بيد رجال الدين، ويجيدون جيدا ممارسة هذه العملية ويعرفون كيف يبتزون الناس وكيف يخلعونهم بالقوة لمنطقهم. مجرد أن يأشرون إشارة أن هذا الشخص كفر بالدين أو قال شيئا امرأة كما يقال، هذا خلص يعني ممكن يجروه بالشارع. فمسألة مخيفة ومرعبة، رجل الدين عنده قوة هائلة يعني على مدى طويل من الزمن، حتى يعني الكل يخاف منهم، حتى رجال السلطة السياسة يخافون منهم، وصلوا إلى حد يكفرون مو بس حتى المتصوفة، دول الناس العباد الزهاد ما سلموا من شرهم ومن فتاواهم التي دائما تؤكد على رفض الحداثة ورفض التغيير ورفض التطور، بل ولهذا أيضا ما نشوف منهم أنه يوم من الأيام طلع واحد منهم وأفتى ضد الجهل، ضد المرض، ضد الظلم، ضد غبن حقوق الناس، ضد البطالة، ضد منع جرم الفقر. ما سمعنا يوم من الأيام واحد دعا إلى منع حقوق المرأة. كل هذه الأشياء ما يدخلون بها لأنها كلها تصب في صالحهم، وأي محاولة معالجة هذه المسائل هي راح تخسرهم فلوس، هم بحاجة إلى طبعا، هو يأخذ فلوس مو راح ينطي فلوس ويصرفها على الناس. هذه المواقف كلها تفسر لماذا يرفض يعني رجال الدين حتى يومنا هذا الاعتراف بحقوق الإنسان، لماذا ما زالوا يعارضون أبسط شيء إلغاء العبودية مثلا، ويعارضون حق المواطنة والمساواة الجنسية بين الأفراد يعني بين المرأة والرجل، بين الطفل والكبير والصغير، يرفضون حتى المساواة الدينية أنه كل واحد له حق أن يؤمن بما يؤمن. هذا يفسر بشكل قوي لماذا هم يحرضون على التخلف ويقودون الناس في اتجاه التخلف والجهل. أيضا يفسر لماذا تحارب المدارس والجامعات الحديثة، ودائما يحاولون اختراقها وفرض المنهج الديني المغلق على كوادرها التدريسية، مع أيضا منع حق ممارسة البحث العلمي والفكري، منع ممارسة الحق البحث العلمي والفكري بحرية كاملة، وهذه يعني ما معناه أن تمارس عملية بحث علمي بدون أن تكون لديك
الحرية الكاملة في أن تبحث وتجد ما تجد. إذا طلعت بدليل جاليليو قال يابا أنه الأرض هذه براهين دالة ودامغة على أن الأرض كروية وأنها تدور حول الشمس، أجبروا رجل برونو أحرقه. وهكذا أيضا هذا يفسر لماذا يلقن الأطفال على حفظ القرآن، يعني هو الكبار ما يفهمون القرآن، يعني هو الكبير لا يعرف يقرأ القرآن ولا يفهم ما هو هذا القرآن ولا يستطيع حتى لو حاول أن يقرأ هذا القرآن بهدف أن يفهمه بدلا من أن يتلوه ويردد على مسامعه أيضا مرفوض، لأنه يعتبر هذا حق حصري برجال الدين فقط ولا يجوز لهم الاطلاع. هاي في الفترة الأخيرة فقط بسبب انتشار وسائل التواصل استطاعت الناس أن تقرأ وتطلع وتكتشف أشياء، والآن الناس بأغلبها في حالة صدمة مما يعرفون وما زالوا يحاولون يعني الالتفاف على الموضوع بطريقة أو بأخرى، لكن لا تمناص، لابد أن يأتي اليوم الذي يجب أن يواجه فيه الناس الحقيقة إن عاجلا أم آجلا. طبعا نعرف أن الغاية هي شنو، أنه ليش يلقون الأطفال على حفظ القرآن، هي الغاية تجهيلهم مستمر يعني من الطفولة، من كما يقال من نعومة أطفالهم يحجبون البنات الصغار 6 سنوات يحجبوها، يعني بالضبط كما يفعلون مع الدولة مروضي الحيوانات مع حيوانات، بالضبط نفس عملية الترويض والتزيين، وضع الناس في حظيرة الدين والسيطرة عليهم بشكل تام، وهذا ترويض للطفولة وتدمير للطفولة. راح أتحدث بعد شوي عن موضوع الجنس مع الطفولة مع الأطفال، وراح نشوف الكوارث يعني.